ممكن واحد بتعمل مسابقات على السوشيال ميديا. حصل اليومين اللي فاتوا انه حد طلع بنت طلعت وقالت انه المسابقات دي نتيجتها متفبركه لان انا كسبت ونزلوا البوست وبعدين شالوا البوست ورجعوا كسبوا حد تاني والحد ده طلع بيشتغل مع احمد العوضي في المسلسل. المسابقه دي انا بطلب منك اشتراك مثلا بتدفع فلوس فانا بضحك عليك. يعني بتدفع فلوس مثلا فانا بضحك عليك، انا بقول لك تعالى بس ادفع فلوس وانا اكسبك وانا بجيب. انا بيخش لي في اليوم 500,000 متسابق. ده عهد بيني وبين ربنا، عهد بيني وبين ربنا. انا مش ملزم بيه لكن انا عايد ربنا حاجه بيني وبين ربنا ان انا عمري ما هكسب حد اعرفه. انا بقابل ناس كتير في الشارع. صاحب الكشك انا بجيب منه حاجتي، صاحب السوبر ماركت ما بيقوليش كسبني. تمام؟ طب انا ممكن اكسبه بس هكسبه ازاي؟ ما اعرفش اكسبه. لو عايز اكسبك مش عارف اكسبك لان ليه النهارده هقول لك النهارده في 500,000 متسابق بيخش يعملوا بتاع. اولا انا اهو انا اللي بعمل السؤال بحطه بايدي، انا اللي بختار بايدي، انا اللي ببعت المسج بايدي، وانا اللي بكلم الناس بنفسي، وانا اللي ببعت لهم على واتساب المكان والميعاد بنفسي، كل حاجه بنفسي، مفيش ادمن، مفيش اي حد، لان انا قلت لك دي حاجه بيني وبين ربنا. النهارده بقوم عامل السكرول كده على الاجابات. تمام؟ سكرول هو موقف مره واحده. طلع فلان. اخش عنده، فاهم قصدي؟ اتاكد ان البروفايل حقيقي مش مضروب. تمام؟ اعمل كوبي لينك. تمام؟ وبعد كده ابعت له مسج اقول له رجاء ارسال رقم التليفون. يبعت لي رقم التليفون بكلمه بنفسي، اخويا ازيك عامل ايه؟ مبروك انت كسبت، ابعت لي بس بعد اذنك على واتساب عشان ابعت لك المكان والميعاد. ده اللي بيحصل. النهارده انا مكسب كام واحد؟ مش انا اللي مكسبه، ربنا جعلني سبب ان انا اكسب كام واحد. كسبت مثلا على مدار شهر رمضان 250 واحد او 150 في حدود 200 باجمالي المسابقات اللي عملتها مثلا 200 وحاجه. هل ال 200 وحاجه اعرفهم؟ اكيد لا. وفي بني ادم في الدنيا. بس ممكن حد مثلا تلاقي نفسك ان انت عارف ظروفه او ما عارف حصلش. ان هو محتاج مش عايز تجرح هساعده في الخف. شعوره هساعده في الخف. لا مش هعملها، هساعده في الخف. طب هم طلعوا صوره حد معاك؟ ما هو صوره الحد ده، انا في 10 جم كسبوا معايا مدينه الانتاج الاعلامي. تمام؟ فجم يعني جم فتاخروا، فقلت لهم كان في ناس جايه من الاقاليم وبتاع فافطروا معايا. انا النهارده انا وانا قاعد انا ومنى، ما هو اللي عايز يتصيد لك الاخطاء يتصيد لك. اكيد انا اذكى من كده بكتير. واكيد انا انزه من كده بكتير. النهارده انا قاعد انا ومنى فكتبت مثلا ايه مره انا ومنى عبد الوهاب. تمام؟ واحنا بنعد البرنامج مع بعض. ده افيه انا بقوله، هل انا بعد معاكي البرنامج؟ لا. مره انا وزميلي احمد العوضي واحنا بنراجع مشهد، هل ده معناه ان هو بيمثل معايا؟ طب هات لي المشهد اللي هو مثل فيه. هات لي الاوردر اللي على تليفونه اللي مبعوت له ان هو ازوج واحد يقول لك دلوقتي ايه؟ ما انت شلت مشهده. هات لي الاوردر اللي مبعوت له ان هو يمثل معايا. هذا لم يحدث. هذا لم يحدث. ولن يحدث. تمام؟ ولو انت المسابقه مضايقه ناس معينه. وانت بدل ما تكري عليا ناس تطلع تقول عليا كذا. تمام؟ انت ليه بتقطع برزق ناس بتكسب؟ تمام؟ انا ولا يشغلني الكلام ده كله. انا يكفيني ان اللي كسب ده عالي، اللي كسب ربنا اختاره، فاهم قصدي؟ عشان حاجه انا ما اعرفهاش. ربنا سببك ليه؟ فكرة ربنا جعلك سبب. انا ما ازعلش من اخواتي المتسابقين ان هم بيزعلوا ان هم ما كسبوش، لا دول على راسي. حقه يزعل، عارف حقه يزعل ليه؟ لان كل واحد في النص مليون نفسه ان هو يكسب. طب واللي يزعل يطلع يشكك في المسابقه ويشكك في النتيجه؟ ما هو ده مش متسابق، فاهم قصدي؟ ده ايه؟ لا ده مش متسابق. ده مين ده يا عوضي؟ ايا كان مين. تيجي حد يقول لك ده الناس دي مش محتاجه، انا ما تقولش الناس دي مش محتاجه يا راجل. مفيش حد هيحط لك صوره بروفايل وهو بيعيط. مفيش حد يصور صوره بروفايل، محدش هيجي النهارده. النهارده وانا جاي لمنى انا جاي لابس لبس حلو. ممكن ما البسوش وانا مع اصحابي. تمام؟ فمش معنى ان واحد جاي يتصور معايا فهو لابس لبس حلو ان انت تشكك ان هو راجل محتاج. لا وده تعفف. محدش اضرب النفوس. لا يعني طبعا دي عزه نفس وتعفف. طبعا ربنا خلاني سبب ان انا اختار الشخص ده لسبب ما هو يعلمه مش انا. انا معايا يد ربنا على حاجه. تمام؟ دي حاجه من جوايا. تمام؟ مهما تعمل انا هفضل مكمل فيها. تمام؟ المسابقه مضايقك، طب انا هعملها تاني. ظبطت معاك في حاجه فحبيتها فندرت ان انت تفضل تعملها. ندرت ان انا اعملها لان انا شفت نتيجتها. عايز تقول لي الحاجه؟ شفت نتيجتها. ايوه عايز تقول لي ايه الموقف تحديدا؟ تقول لنا؟ شفت انا بصي انا كل مسابقه بعملها قسما بالله قسما بالله انا ربنا بيعوضني كتير جدا. الدعوه دي ناس بتستهون بيها ان حد يدعي لك. ناس بتستهون بيها. هو انا ليه
الناس تهاجمني مثلا وانا ما تفهم، لان الدعوه عندي بألف واحد يهاجمني.